I want to talk about your opinion in the game. Yes, very important. من المهم جدا أننا أنهينا الشوط الثاني بهدفين، وهذا يمنح الفريق الثقة لخوض المباراتين المقبلتين. من المهم أننا كيف نستفيد من المجموعة، وهذا الأداء يؤكد أن الطريقة التي نلعب بها مهمة. المباراة المقبلة مع نيوزيلندا، وهم يلعبون في سبيل كل شيء، ويجب أن نفهم الطريقة التي تسير بها هذه المباراة. فإذا لعبنا بشكل جيد سنفوز. أعتقد أن الفريق جيد، ونحن فخورون بأداء الفريق وجهوده، ونتمنى أن نظل نلعب بشكل جيد.